دولا، انا صحيح يا حتشبسوت اتجوزت نفرتيتي عرفي؟ يا ابن مين اللي قالك الكلام ده؟ حتشبسوت دي اساسا ملكه ونفرتيتي دي ملكه. يعني اتجوزوا بقى عرفي يعني ولا ايه؟ وقتها اساسا ما كانش فيه ورق عرفي، كان فيه ورق بردي. يعني اتجوزوا بقى وكتبوا على ورقه بردي بقى. ولا اقعد اشتغل وانت ساكت يلا. اصل انا زهقت بقى من الشغل بقى وعايز الحكايه بقى. زهقت من الشغل؟ يعني ايه زهقت من الشغل؟ قول لي، عايز تاخد من خبراتي اديك من خبراتي، عايز تعرف حكايه احكي لك حكايه. ايوه دولا بقى، انا عايز اكسب بقى من خبراتك بقى، عايز اكسب. طيب خلاص سيب الشغل وتعالى احكي لك. ماشي يا سيدي، تعالى. ماشي يا دولا، ماشي يا حبيب قلبي. القطط. معلش يا دول، معلش، اعمل فيهم ايه؟ تعمل فيهم ايه؟ ارتومن. ماشي ارتومن. يلا احكي لي بقى، احكي لي بس ما تكروتنيش. ماشي احكي لك. يلا اقفل الباب بتاع البازار بقى. انت عايز تخربها، انا عارف انت عايز تخربها، عمال توقع لي في الحاجه وعايزني احكي لك كمان وادي لك من خبرتي. ماشي. بص بقى يا سيدي، انا احكي لك بقى الحكايه من اول طقطق لسلام عليكم. الله صحيح يا دولا، يعني هي يعني ايه طقطق لسلام عليكم دي؟ ياد ما اي حكايه بتبتدي من اول طقطق وفي اخرها بنقول سلام عليكم بعد ما الحكايه بتخلص يعني. ما احنا سلام عليكم عارفينها دولا، يعني طقطق دي ايه بقى يعني؟ طقطق يلا اللي هي اما حد بيخش على حد عشان يبتدي يحكي، مثلا بيروح يخبط على الباب فبيقول طقطق وبعدين يحكي الحكايه وبعدين بعد ما نخلص يقول سلام عليكم. بس طب دولا افرض بقى الباب بقى اللي هو هيخبط عليه ده كان خشب بقى فيقول تك تك. لا بيقول طق طق. لا يا دولا تك تك اهو، ده عشان ازاز بس، لكن لو خشب بيقول طق طق. يا دولا اهو اهو، مش دي خشب اهو، تك تك. ماشي يا رب، ماشي احكي لك الحكايه من اول تك تك لسلام عليكم. خلاص ارتاح. ماشي يا دولا يلا احكي. نفرتيتي دي بقى يا سيدي كانت ايه دولا؟ طب افرض بقى هو راح ورن الجرس بقى، ما خبطش بقى، رن وقال تنتن. يبقى هحكي لك الحكايه من اول تنتن لسلام عليكم. دولا معلش معلش معلش. طب افرض بقى اللي هو الجرس ده بقى من النوع اللي هو بيقول تيت كده. ماشي يا رمز، انا هحكي لك الحكايه من اول تيت لسلام عليكم. يا سلام يا سلام على الجو الاسري الجميل ده، حاجة تفرح والله. يعني بصوا الجو ده مش موجود غير في مصر يا جماعة. على أساس إن أنت سافرت برا مصر يا بيبي، حياتي أنت بنها بالنسبة لك غربة. يعني أنا أسمع إن هما بيقولوا الجملة دي وبيقولوا الجو ده مش موجود فعلا غير في مصر. بص الجو الجميل ده، نجلاء قاعدة بتتخانق مع البطاطس مش بتقشره ما شاء الله، وماما عاملة نفسها بتنقي الرز وهي مش شايفة الصينية نفسها يعني. أيوه أنا عينيا شيشبيش لكن بنقي كويس قوي أهو. وحماتي بصوا ماسكه الابره بالمشالب وهي مش عارفه تفك الكوره اساسا بتاعت التريكو دي. والواد عنتر فيروس منتشر في الصاله. افهم من كده يا بيبي ان انت دلوقتي في قمه شعورك المنبسط بالحاله الاسريه المتبعثره بالفطره؟ متبعثره بالفطره يا حبيبتي، انت بتبداي دايما كلامك حلو قوي وبعدين بتقفلي الكلام تكرهيني في اللغه العربيه، وانت عماله تصورينا، بتصوري كل الناس وهتفضحنا على الفيسبوك. البيبي يا عادل، انا كنت قصدي اقول يعني انت دلوقتي مبسوط يا حبيبي؟ طبعا يا حبيبتي مبسوط، يعني بجد مش ندمان ان انا النهارده سبت الشغل وقعدت النهارده معاكوا اجازه في البيت. بالنسبه بقى لمصروف البيت، انت عارف طبعا الاسعار زادت في البلد كلها، فانا كنت محتاجه 1000 جنيه زياده بالمره كده على الشهر يعني. بدانا فقره النكد، بديها بدري قوي يا حبيبتي، ما تخليها بالليل. على العاشره مساء مثلا؟ ايوه انا كده عليا في العاشره مساء، وبالمره نتفرج على الاستاذ وائل الابراشي. انت فكرتني بالاخبار، لازم نتفرج على الاخبار. ايوه انت وحياتك، انا عايزه اتفرج على الاخبار بتاعت الموضه الانتشاريه للملابس الشتويه الحديثه في الصيف اللي احنا فيه ده. طيب قامت عصابه مافيا ايطاليه بالسطوة على البنك المركزي بالصومال. بنك صومالي؟ ده اكيد اللي فيه يعني شويه فضه، يعني حسبه 50-60 جنيه. قامت عصابه شيكاغو الاستوائيه باحتجاز رهائن امريكيه مهدده بقتلهم في حاله عدم تنفيذ لمطالبهم في خلال 25 عام. 25 سنه؟ ايوه، ما هم العصابات بتاعت الاماكن الاستوائيه دي بيعمروا يعني بيقعدوا فتره طويله. قامت عصابه بوس الكوكواوا اليابانيه بالسطوة المسلحه على 40 محل كشري في اليابان. الله، هي اليابان فيها كشري؟ يعني اليابان يا حبيبتي شقيقه. بقول لك في التي في بقى على احسن، كل الاخبار بقت مشعه بالشر المتشرر، حاجه تزهق.
بصوا حاجة زي كده مثلا عمرها ما تحصل في مصر. عمركم سمعت عن محل كشري حصل عليه سطو مسلح ولا حتى عربية كشري؟ لا. مصر أمان يا جماعة. بس أحيانا يا عادل. أحيانا إيه؟ مصر أمان يا رانيا. ايه ده الصوت ده؟ ما تقلقوش ما تقلقوش، أكيد الكورة بتاعت الواد عنتر فرقعت ولا حاجة. لا أنا برضه ديابلس. جميل بقى، ده صوت ضرب نار من الشارع يا عادل. لا ممكن يبقى مثلا بومب صيني. يا رب يبقى بومب صيني. لا يا بيبي لا، ده مش صوت بومب صيني، ده بومب صيني حاجة تانية. لا ما تقلقوش يا جماعة، أكيد بومب إن شاء الله، يعني مصر أمان. كله اثبت دكانه. مش بقول لكم يا جماعة مصر أمان. ده تمثال دوري رع إله الكورة عند الفراعنة. شاطر يا ده رمسي. وده بقى إن شاء الله تمثال رمسيس إله الزحمة عند الفراعنة. وده بقى إله الشمس عند الفراعنة. لا أحطه فيه؟ لا، ما أنت لو حطيته هنا في الظل وشه ممكن يجيله تسلخات. لازم يحطه في الشمس بره عشان ده إله الشمس. الو ايه المعلم عساف؟ ايوه. لا انا المعلم رمزي. ايه بتقول ايه؟ لا دولة ابن عمي مش موجود، سايب لي البازار كله كده، انا بلعب في قصدي بشتغل فيه لوحدي. لا هو مش بيرد علي ولا بيكنسل حتى، مش عارف الظاهر كده يعني انه اتغر بعد ما جاب شاحن اصلي. وحياته لضيعه منه. باشا سيادتك يعني ما كتفتوش الواد الصغير؟ سيادتك يعني شات يور ماوس. ما انا بتكلم يعني عشان كده يعني سيادتك، الواد ده عفريت يعني، لو فكتنا كلنا وربطته هتأمن نفسك يعني. انت ازاي تسمح نفسك يا عادل تقول كده؟ يا حبيبتي اعمل ايه؟ ما انا اصلي مش عارف يعني ايه يربط بالانجليزي يعني. هو مش المعلم قال شات يور ماوس؟ وماوس دي زيادة تأكيد يعني فار، مش عايزين شغل فرانك في البيت. ايوه سيادتك احنا ما قلناش حاجة يعني، انا بس بأمن نفسي يعني مش اكتر يعني. انا اسف. دي نسمة هوا يالا. سيادتك شفت مش بقولك الوجن يعني، بص الكرة في دماغك على طول. تعال يا ابني هنا. تعال يا واد هنا. ترزع هنا. شفت يا رانيا؟ شفت الواد عفريت ازاي؟ شفت انت يا عادل لقيت على مصر ازاي؟ قعدت تقول مصر امان اديك خربتها وقعدت على تلالها. وانا اعمل ايه طيب؟ انا اعمل ايه؟ هم اكيد دول ناس محترمين وجايين عندنا غلط يا جماعة. غلط ازاي بس؟ ولا بيت، انا مش عايز اسمع صوت، اسمع الصمت. الله، هو مش المعلم قال محدش يسمع صوته؟ انتوا قدام النار بتاعي ليه؟ الله جدع يالا. دول ما تجريش المجموعة، عايزة ايه؟ اقول له يفكفك الحبل شوية علشان طبق على القفص الصدري. ايه ده؟ مش وقت قفص صدري، احنا متعذبين وناس ماسكين اسلحة يا حماتي. يا ده الجو الاسري اللي انت عايز تعيش فيه يا عادل. احنا اتحسدنا يا ماما اتحسدنا، واضح ان حد بصلنا في القعدة بتاعتنا النهاردة هنا. انا احساسي بيقولي ان الواد صامولة المعفل هو اللي ورا الموضوع ده كله، بدليل انه سايب الواد عنتر حر طليق. لا انا عنتر ابن صموله واد رجوله. حر تليك ايه؟ لعلمك انا لو اكتشفت ان الواد صموله هو اللي عمل كده انا هطلقك منه يا بنت نجلاء. طب ما هو مطلقني. يطلقك تاني. ايه الذوق ده؟ هو تعال. حاضر يا باشا. حاضر يا باشا. ايوه كده، هو ده عين العقل. يفكني يا باشا، يفكني سيادتك وانا تحت امرك. والله العظيم انا بقول عليكم ان انتوا ناس محترمين من الصبح. سيادتك تحت امرك. طلع موبايلك. الحكايه يعني موبايلات؟ لا عينيا، لو الموضوع موضوع موبايلات طلعوا كلكم الموبايلات يا جماعه. اتفضل سيادتك اتفضل. موبايلات ايه؟ موبايلات ايه؟ هو احنا عصابه من شارع عبد العزيز؟ اخلصوا واسمعوني. حاضر يا باشا. أكلم البوليس. أكلم البوليس؟ إيه الدوشة دي؟ مش عارفة أصلع الكراسة. تبع مين دي؟ ألو عمليات. سيادتك يا فندم المكان كله محاصر. يا فندم إحنا فوق عمارة عادل سعيد اللي العصابة موجودة فيها.
الوضع يا فندم ما يخلينيش اقتحم دلوقتي. في رهاين يا فندم. راقبنا التليفونات يا فندم وهحصر كل مكالماتهم. تحت امرك يا باشا. في امان الله يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. كله يثبت مكانه. ساعة الباشا، يعني انا مش فاهم سيادتك مصر ليه تدخل البوليس ما بيننا، يعني مفيش اي مشاكل الحمد لله. انت تفتكر كم طلقه ممكن تقنعك انك تسكت وتسمع اللي بقولك عليه وبس؟ انا اقتنعت يا باشا. طب كلم البوليس. انت بتخاف البوليس يالا؟ لا مش بخاف ولا حاجه، بس اصلي يعني عدم المؤاخذه يعني في السؤال، يعني انا اسف لو فيها رزاله. هقول للبوليس ايه؟ هقول لهم عايزين طياره. عايزين طياره؟ اي طياره ولا طياره نوع معين؟ لا طياره نوع معين تبقى اسرع. قول لهم اف 16. اف 16 سنه متهالي ممكن اف 16 دي تتاخر شويه. خلاص خليها اف 12. ولو ما جبتش الطياره في خلال ساعتين احنا هنرمي رهينه كل نص ساعه من البلكونه. يا رب يا رب يتاخروا يا رب عشان يرموهم بقى ونخلص منهم كله. طب البرطم تقول ايه؟ بقول سيادتك يعني هي نص ساعه دي هتبقى كتير، يعني يا ريت لو كل ربع ساعه هيبقى افضل يهتموا. كلم البوليس. حاضر سيادتك حاضر. ايه ده؟ ده الواد رمزي بيكل. مين فوزي ده؟ رمزي سيادتك ده يعني ابن عمي ومساعد معايا في البازار سيادتك، بس الولد ده يبقى مهم جدا، يعني لو عايزين اي حاجه ممكن يهتم بيها يعني. انا جعان، هو البيت ده مفيهوش اكل ولا ايه؟ بقول لك يا معلم احنا عايزين نربط الواد ده معاهم. اقسم بالله عايز اربطك انت شخصيا. سيادتك على فكره رمزي ممكن يجيب لنا اكل كمان وهو جاي، ده بيجيب اكل هايل لحضرتك، وبعدين كمان ينفع في حكايه الرمي ده، يعني ممكن تبداوا بيه وترموه احسن واحد بيترمي سيادتك. هو مدرب كويس يعني؟ ايوه. خلاص هاته. ارد عليه؟ اه حاضر. هلا رمزي. ها بتشتغل ولا مقضيها يعني ولا ايه؟ شغال من غير لا اكل ولا شرب ولا كوكتيل يا دولة، تعبت قوي. طب بقول لك ايه؟ اقفل البازار وتعالى لي على البيت بسرعه. لا تعالى انت الاول يا دول. هو ايه اللي لك انت هتختار؟ اقفل البازار وتعالى على البيت وهات معاك اكل كتير عشان احنا قاعدين صحبه حلوه يعني، وتعالى عشان انت ابن عم، ابن عم يا حبيبي، ولازم تبقى معانا في اللمه الجميله دي يا رمزي. تمام عليك يا فندم. ايوه يا باشا خلاص يا فندم، احنا راقبنا تليفوناتهم وسبحان الله سبحان الله يا فندم فعلا قبضنا على الولد اللي كلموه عشان يجيب لهم الاكل. قول له رمز، قول له هات اكلمه هات اكلمه. اخلص يا حيوان. لا يا فندم مش انت يا باشا، مش انت يا فندم، ده الولد اللي احنا قبضنا عليه. تمام يا فندم عليك. حاضر يا فندم، هنخبر حضرتك بالتطورات اول باول. يا فندم طلب صغير بس معلش، انا عامل لحضرتك اد على الفيسبوك بقالي 3 ايام وايه اقفل. حاضر حاضر انا اسف. مع السلامه مع السلامه. بص يا رمزي. نعم. انت قدامك فرصة عمرك يا ابني عشان تعمل حاجة لبلدك مصر. ايه ده، هم خدوني في المنتخب ولا ايه؟ حلوة بالرموز، مقبولة منك والله. افهمني كويس يا رمزي. حاضر. عادل ابن عمك ممسوك رهينة. ايه ده، ومين اللي ماسكه ده؟ ده اكيد مدافع رزل قوي بقى. ايه ده، انت تستقبل يالا ولا ايه؟ لا 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 لا، هات النضارة حضرتك، ما بسمعش من غيرها لو سمحت. هات النضارة. براحة، خد خد. افهمني كويس يا رمزي. ماشي، ما هو دي صعب قوي افهم دي كويس دي. بالراحه وخليك معايا. ماشي. كان في عصابه عامله سطو مسلح على البنك اللي في اول الشارع، واحنا بنطاردهم دخلوا شقه عادل ابن عمك، مسكوا البيت كله رهاين. يا خبر ابيض. طب وايه علاقه دوله بالبنك ده؟ مش لاقيين ياكلوا حضرتك اصلا. صبرني يا ربي. افهمني يا رمزي بالراحه. حاضر. بص الاكل ده احنا حطينا فيه بنج. في كل الاكل ولا فين؟ لا في الفول بس، انتوا تاكلوا الطعميه. خلاص الطعميه بالسلطه. ايوه. طب في بابا غنوك عشان بحب. خلص ارجوك. اسمعني، الاكل ده هتنزله للعصابه تحت. ماشي. اول ما العصابه تاكل الاكل هيناموا. نروح احنا عاملين ايه؟ نبلغ بقى عن المطعم اللي هو حط الفول في السم، صح؟ والله يخرب بيتك. خلاص خلاص، احنا نبلغ بقى عن دولة علشان هو اللي واخد العصابه بقى رهايم عندهم، صح؟ قسما بالله لو ما نزلت دلوقتي لاقتلك واسلم نفسي. حاضر حاضر، ما تزعلش نفسك. استنى. نعم. الاكل. ما انا مش جعان دلوقتي. خلاص خلاص. فين بقى فهم اللي انت قلت راح يجيب الاكل ده؟ رمزي حضرتك، هو اصل ده يعني غبي جدا، يعني ممكن يكون جاب الاكل وقعد ياكله ولا حاجه سيادتك يعني.
ممكن يبقى هو. افتح الدولة يا رمزي ما تخافش. رمزي رمزي. ايوه رمزي جاي لك اهو. اثبت مكانك تروح فين؟ فين؟ انا افتح. هل. هل. شش. خد خد. هو. ايه؟ دولة حبيبي. حبيبي اهلا. لا اتفضل انت. لا والله اتفضل. يا عم انا باجي هنا كل يوم. اتفضل انت يا عم. طب امسك ده كده. ماشي. خليها امانة في ايدك. وريني كده. لا 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 ده امانه مش الدوله. لما ياخدوه يبقى خده منه. وريني بقى كده عشان اديهوله. خد اهو. مفيش حمد لله على السلامة يا رمزي ولا أي حاجة كده دولة. حمد لله على السلامة. ده أنت صاحب بيت يا رمزي. حبيبي يا دولة. إيه ده؟ أنتوا إيه اللي ربطكوا كده؟ أنتوا ربطتوا نفسكوا ليه؟ وبرضو حاطين كمامة ليه على نفسكوا كده؟ وفي إيه دول؟ ده إيه؟ ده إيه؟ ده فول. لا 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 لا. إيه؟ الفول مليان بنج. خد طعمية أحسن. خد بنج. يا واد دماغك التبرجية دي. انت على فجر دماغك. ايه ما وانا ما قلت لكمش؟ لا ما قلت لناش. تعال تعال. اصل انا اتفقت مع الضابط ان البنج ده هو في الفول اللي العصابة هتاكله، لكن بقى دول لما جي ياخد الفول فانا صعب علي الا اذا كان هو بقى من العصابة يعني. صح يا دولة؟ ماشي يا رمزي هقتلك. الو اسعد الباشا. فندم الخطة فشلت يا فندم. الولد طلع اغبى مما نتخيل. نعم يا حضرة. والله يا فندم زي ما اقول لحضرتك احنا نحمد ربنا ان ما قلنالوش على جهاز التصنت اللي حطيناه في نضارته. كان زمان سلمه للعصابه. ابوس ايدك يا باشا اديني الاذن بالاقتحام مره واحده. اقتل رمزي وارجع. حاضر يا فندم. عليك في انتظار امرك يا فندم. حاضر فندم. ممكن طلب صغير؟ ايه؟ حاضر حاضر. مرسلاش بقى. يلا اهو اهو اهو. انت يا زفت يا رمزي. نعم. بقى بكفايه لعب يا دولة. ما انت بتزعلني لما بلعب في البازار. العب فين يعني؟ اوه واحنا هنروح بقى بالطياره دي فين؟ مش عارف دي بطاطس تحمير دي ولا بطاطس طبخ. يعني مش عارف. شوفوا انتوا حكايه الطياره دي وعايزين تروحوا بيها فين مثلا؟ احنا نروح امريكا على الاقل نوصل للاحتراف هناك. بس متهيألي امريكا برضو فيها العصابات بتاعت شيكاغو. يعني متهيألي ممكن ياخدوا منكم الفلوس. اخرس انت. ممكن اقول حاجه من فضلك؟ اتفضلي حضرتك. عايز سجست ان انت تروح الكابري ايلاند. كبيره جدا. ممكن تروح تحس بالجو الربيعي الخريفي تنطلق نفسيا كده يعني. لا ما تسمعوش كلامها. انتوا تسافروا السعوديه وتدعوا ربنا انه يتوب عليكم. شات اب يو. موا بقى جي امبوني دي. يعني بتاتر باري بتور ايفيل شانزليزيه للوفر. والله يا ماما انا دقت الزبده بالمربى من التاو اللي انت بتقولي عليها دي. فظيع والله. ماما اتوكسوا اتوكسوا. عم انت خططوا لهم وتفكروهم. طب ما تنضموا ليهم وتقسموهم في رزقهم كمان عشان نبقى رسمي. على فكره الانتربول مش هيسيبوكوا لو رحتوا اي حته. هيقبضوا عليكوا اكيد. الله على الله. دولة طب ايه رايكوا بقى نروح القناطر احسن وهي الكره معانا وشندوتشات في ايدينا. القناطر ايه يا ابني؟ احنا رايحين نتفسح. الناس دول بيدوروا على فرصه عمل بره مصر. ايه ده ليه بره مصر دولة؟ هم ليه عايزين يسيبوا مصر؟ دي مصر امان. وبعدين هقول طب ما تروحوا الكويت. الجنيه بتاعهم ب60 قرش من عندنا. بس ما نروح السودان. طب يا دولة بقى كلم لنا البوليس وقول له على اوامرنا. بقول ايه يا معلم؟ انا رايي يعني ان احنا نعمل كوبايتين شاي حلوين كده عشان تحبس بيهم وتفكر كويس في اللي جاي. ولا ايه يا معلم؟ ماشي يا معنطر. ماشي يا معنطر. انا عايز اعرف احنا ساكتين على البت دي ليه؟ يا فندم حصل تطورات خطيره في الموقف. يا فندم عادل كلمنا والعصابه عايزه طياره توديها السودان. انا بحاول اكسب وقت على قد ما اقدر. انا بفكر في اقتحام فرد يا باشا اقوم بيه من شباك المطبخ. دي مجازفه مش مدروسه. انا في ده مصر يا باشا. مصر هي امي. وهو كده بقى بيضرب يا معلم؟ بيضرب بس دلوقتي بقى معمول له الامان فمش هيضرب خالص. الامان بس بالنسبه لحضرتك انت الامان كله معاك. ممكن ناخد سيلفي مع بعض؟ يا سلام. حدش يتحرك من مكانه. ارفع ايدك فوق. هتقوم بسرعه. يلا بعد اذنك يا حاجه. ارحم لعمره. فين اللي اسمه رمزي؟ اهو يا باشا اهو يا باشا. سهل
حياتك يا محتجزه ومتمسك بيه. انا بريء يا دولا، انا بريء يا دولا. بقى هتلف الشقه كلها ولا ايه؟ انا بريء. اهلا يا رمزي. يا دولا الحقني، يا دولا الحقني. الحقك ايه؟ انت عملت ايه؟ مضايق الباشا في ايه؟ يا دولا انا ما حاسبتش على فلوس السندوتشات اهي والله. بيتك بتنصب على الحكومه. اتفضل يا باشا، ده المسدس بتاع العصابه، وادي رمزي اهو معاك، اعمل اللي انت عايزه. شكرا، اتفضل يا بيه. 15 جنيه امانه دول. باي 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 يا رمزي. خلصنا. خد يا حبيبي. رانيا، انا عايز افهم بقى ايه اللي حصل في الجاكيت بتاعي ده. اتفضلي. جاكيت ايه بس اللي بتتكلم عليه؟ انت اكيد غلطت ولبست الشراب. لا مش وقت خالص. انت كمان هتهزري يا رانيا؟ بدل ما تقولي لي ايه السبب اللي كشش الجاكيت كده. طب ما ايه اللي هيخلي الجاكيت يكش غير ان انت خضيته فكش اتقلب للشراب؟ بالعكس، انا بعمل هدومي كلها بمنتهى الشياكه والاحترام. عادل، ادي الجاكيت ده للواد رمزي. رمزي ايه؟ ما يجيش مقاسه يا ماما خالص، ده بكتير ويجي على مقاس الواد عنتر. فاشر، انا عنتر ابني يلبس مستعمل جاميه. فاشر وجاميه الاثنين مش راكبين مع بعض، واضح ان صامولا ما قرتش قوي على اللغه. انا اعتقد ان اللي حاول الجاكيت لشراب هو الغساله. يا سلام، هو في موقف بينها وبينه يعني عشان تعمل كده؟ تا 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 تا. عادل، في شغلانيه هايله موجوده في الشركه المصريه العالميه، عايزه موظفين هناك، بس الدماج الشغلانه دي ما تنفعككش. ما تنفعكنيش ليه بس يا حماتي؟ اقري كويس، اقري كويس. في ايه؟ ايه الشغلانه دي بالظبط؟ هم عايزين ناس عزبيبين. عزبيبين يعني ايه؟ يعني مش متجوزين. امال هم متجوزين يا ست مامي؟ اصل هم مقتنعين ان الجواز ده بيعطل الناس عن فكرهم، وان هم بيتلخبطوا، وانت عارفه بقى ما بيكونوش مركزين. طبعا فعلا الناس المتجوزين ما بيبقوش مركزين. لا والله حبيبتي، انا ما اقصدش عليك انت. ده اللي هو ازاي بقى يعني؟ باعتبار ان انت متجوز واحده غيري وهي مع الطلاق؟ ها يا رنا، انت بتدوري على اي حاجه تتخانقي بيها وخلاص؟ استني بس نفهم من ماما ايه الحكايه. ها قولي قولي قولي. الحل يا حبيبي انك ما تكونش متجوز. ما كنتش متجوز. طب ينفع ابقى مثلا ارمل او مطلق؟ عايزه تطلعني مش وظيفه؟ هو ده الامان اللي انا مستامنك عليه؟ يا غدار يا غشاش يا غشاش يا غشاش. يا رانيا، انا بفهم من ماما، وبعدين هو انا اللي قريت الجورنال ولا مامتك هي اللي قريت الجورنال؟ بس بقى يا جماعه، بس عايزين نشوف حل الموضوع ده. طب يا بابا، انا اعتقد ان الموضوع يتوقف عند حجم المرتب. اه صحيح، مش قايلين المرتب كام صحيح يا حمادي؟ قايلين كام؟ 5000 جنيه. كام؟ 5000 جنيه؟ ايوه. ياسمين قومي هاتي مأذون. ياسمين قومي ناوليني السكينة. ولا سكينة ولا مأذون ولا حاجة. أنا بفكر في فكرة تخليني أقبل الوظيفة دي وأشتغل فيها من غير ما أطلقك ولا أقتلك. ده إزاي يعني؟ هما مش هيطلبوا منك البطاقة ولا هيطلبوا منك كارت شحن؟ لا، أنا هتصرف. أنت صح يا نجلاء، لازم أقدم لهم أوراق رسمية. أنا عندي الحل. يا حتة، ها انت بقيت فين؟ اهو يا استاذ عادل، اهو يا استاذ عادل، انا عند باب القهوه. طيب كويس، عملت ايه في البطاقه المزوره اللي انا طلبتها منك؟ يا استاذ عادل هتوديني في داهيه. بطاقه مزوره؟ روح على التليفونات متراقبه يا عم. امال اعمل ايه طيب؟ ما تقولش ان انت جبت لك بطاقه مزوره بانك عازب، ولا تقول ان عليها ب 300 جنيه ماشي، ولا تقول ان انا هجيبها لك دلوقتي ماشي، ولا اهم حاجه اوعى تقول ان انت متصل بيا وانا معيش رصيد. طيب خلاص يا عم، انت كده عرفت كل الناس، ده ما حدش عارف غير العشرين 30 نفر اللي قاعدين في القهوه بس. جبت دلوقتي اهو، وهتلاقي بطاقه تحت الصينيه، اسحبها وسيب الفلوس. يلا سلام 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 سلام. ايه 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 دي؟ انت قلت لي تحت الصينيه، انت جايبها فوق الصينيه. انت غيرت الخطه ولا ايه؟ لا اول اهي يا جماعه، البطاقة المزورة اهي، البطاقة المزورة اللي ضربها الأستاذ عادل اهي. عجبك كده يا عم؟ أنت كده مرضي؟ خد هات الفلوس بتاعتي بقى. ال 300 جنيه أهو، ال 300 جنيه بتوع البطاقة المزورة اهي. كويس كويس، ما حدش خد باله. ما حدش خد باله الحمد لله. استنى استنى استنى، إيه دي؟ شكلها مزورة. ما أكيد مزورة، وهجيبها لك واحدة حقيقية يعني يا أستاذ عادل. الحقيقة أغلى طبعا. أه طبعا. السلام عليكم. أنا مش مصدق نفسي النهاردة يا رانيا، أول يوم هستلم فيه الوظيفة. يا حبيبي، التحول المركزي في حياة الفرد ينبع من كفاحه وصبره الإنساني. قلت كفاية برفان، كفاية. الموظف الناجح يبان من ريحته. أيوة يا حبيبتي، بس خلي الإزازة تكمل لآخر الشهر. بيبي بليز، كمان 5-6 رشات. اهلا وسهلا يا استاذ عادل، هشام النمر زميلك في المكتب. اهلا وسهلا.
استاذ هشام ولا تحب اقول لك يا اتش؟ والله بقى احنا زملاء دلوقتي، ايه اللي تحب تقوله قول. تمام. بلال المصري زميلتنا في المكتب. اهلا وسهلا. فرصه سعيده جدا يا استاذ عادل. شكرا. اوعى تقول لي ان انت فطرت، احنا متعودين نفطر سوا كل يوم. يا تفطروا كل يوم سوا هنا يعني؟ طب وبالنسبه للغدا بتتغدوا مع بعض ولا ايه؟ والله نتغدى مع بعض يا عم عادل. طب العشاء ونبيت. ها كمان. طب ممكن بقى تاخد الساندوتش ده من ايدي، دي حلاوه بالقشطه. حلاوه بالقشطه. يعني انا حاسس ان انا مش جاي اشتغل، انا جاي عشان وزني يزيد يعني. هو انت دمك خفيف كده على طول؟ لا مش على طول، بيبقى سبت واثنين واربع. على العموم بقى انا مش هوصيك، لو احتجت اي حاجه انا تحت امرك، ودلالة هتفضل معاك لحد ما تفهم كل حاجة في الشغل. شكرا. حاسس البرد ده مش عايز يطلع من جسمي ابدا، بقالي 3 ايام ما روحتش الشغل. يا حرام، ده البرد بقى والسخونيات اللي عندك دي مسكنين فيك، عايزينهم واقعين في غرامك يا دول. استنى يا بيبي هقيس لك درجه الحراره عشان نطمن. افتح بقى. ايه الانتجابه ده؟ ده ايه ده تصبح لانشون ده ولا ايه؟ لا ما احطش بقى، ده دخل بقى هيتحشر في زوري يا رانيا. ايه اللي انت جايباه يا رانيا؟ طب استنى هجيب لك واحد تاني. افتح بقك بقى يا بيبي. يلا. هو انت لا تجيبي صباع لانشون، لا اما تجيبي قشايه تتحشر في زوري، دي ممكن تتبلع دي يا رانيا. ما يغركش الحجم، ده ترمومتر متطور جدا، ده ممكن في ثانيه يشوف درجه حرارتك ووزنك وطبيعه الفيروس اللي عندك ومكوناته واكلاتك المفضله في العالم. وده ترمومتر بقى ولا جهاز كشف الكذب يا اختي؟ ده منزل استاذ عادل سعيد. يا فندم. مين حضرتك؟ انا دلال زميلته في الشغل. استاذ عادل بقاله يومين ما بيجيش الشغل، اتصلنا بيه ما بيردش، قلقنا عليه، جبنا العنوان من الارشيف وجينا نطمن عليه. طبعا هو عادل موجود، بس عيل شاطر. تفضل تعالي اتفضل، صحابك في الشغل جايين يسالوا عليك. اهلا وسهلا. اهلا ازيك؟ اهلا وسهلا، ازيكم؟ عصبت قلبي. الله يخليك، ازيك يا هشام؟ اتفضلوا اقعدوا. اهلا وسهلا، منورين. انا اتصلت فيك كتير يا عادل وانت ما ردتش عليا على الموبايل، بس انا قلبي دليلي. انا قلبي دليلي قلبي هتحبينا. اصلا عندنا العيله بيحبوا الهزار يعني. قال لي ان انت تعبان، سلامتك يا عادل. الله يسلمك. اهلا وسهلا، ازيك يا هشام؟ الحمد لله. ايه يا عم انت زي البومب اهو، قوم بقى وبطل دلع. انا فعلا زي البومب ده، انا حاسس من كتر البومب يعني انها فرقعه يعني. ما عندكش فكره يا عادل المكتب عامل ازاي من غيرك، انت سبت فراغ كبير قوي. عادل من الملهوفه دي. بس يا ماما حالتي يا حبيبتي، بكره يخافوا ويرجع يملى الفراغ الكبير قوي. مين دي؟ دي رانيا.
رانيا يعني بنت رانيا اختي. اختي اخويا حبيبي. دي اختي، وهناك اسمها سناء دي اختي برضو، ودي مامتي اللي هي ماما يعني ماما، ودي برضو بنت اختي برضو، وفي نجلاء دي كمان اختي، والواد ده ابن نجلاء اللي هو ابن اختي وابوه صامولة، وفي دي حالتي خالتي، بس النقطه وقعت يعني. انا قلت كده برضو، اصل انتوا مش متخيلين قد ايه انتوا شبه بعض. الطيور على اشكالها تتساقط يا عيني، حتى بصي بوز البطه نفسه. ما عندكيش فكره خف الدم اخوك يا عادل في الشغل قد ايه، ولا التزامه في مواعيده، ولا شياكته على يدي، ولا انت هالك فيها كده يعني عشان بتكسف يعني. ليه يا حبيبي ما تسيبها تكمل، اتاريك ملهوف تروح الشغل. كل يوم ها بنفطر سوا مع بعض في الشغل. واحنا كلنا نفسنا مسدودة قوي. يا قلبي يا قلبي يا حرام، تتشك في زورك يا بعيدة. اهلا وسهلا، منورين. منور يا هشام، انت ايه ضيف شرف ولا ايه؟ والله انا اللي اقدر اقوله انك من يوم ما غبت يا عادل ودلال ملهاش سيرة غير عنك. فين عدولة؟ غاب لي عدولة. بص مش ممكن يعني، انت عرفت انا ما بعرفش اكتب يعني. يا ريتني ما قلت لك اتكلم يا اخي. يا ريت. انا بقول بقى نشرب حاجة ساقعة عشان الموقف شكله هيشتعل وينفجر اكتر من كده. لازم يشربوا طبعا يا ماما. تحبوا تشربوا ايه؟ وتشربوا ليه؟ ومشروبكم المفضل ايه؟ ومطربكم المفضل ايه؟ ووردكم المفضل ايه ولا ايه يا جولة؟ الوردة، انت عارفة انا ما بحبش الورد يعني، انا بحب الجرجير، لان الجرجير بيبقى مفيد جدا، فيه فيتامين حديد، وبيتحط مع الجبنه في الساندوتش. قط بقدونس. انا مبسوطه قوي انك انت لفتي نظري لاسم الدلع بده عادل، دولا. الله، اصل طول الوقت بقول له يا عدولا يا عدولا. انت بقى تقصي العين، تخشي على دولا عادل، ترتاحي جدا مع الشخصيه دي. حبيبتي انا، انت مش متخيله انا مبسوطه قد ايه ان انا شفتك وتعرفت عليك النهارده. وانا والله حاسه ان احنا برضو هنبقى صحاب جدا. لا صحاب ايه، احنا هنبقى نسايب. روح. لا نسايب ايه؟ صحابه. لا نسايب ايه، نسايب ايه؟ لا ما ينفعش يعني، على اساس ان انا على طول، اصلا انا طول عمري عازب يعني، معروف حتى في المنطقه عازب، ما بيقولوش عادل سعيد، بيقولوا عازب سعيد. يعني على عازب، عيني عليه، عيني